فعالية شامخة هي راية العراق في ميادين ثورة تشرين، ولا تفشل ثورة يقودها عصب المجتمعات الأساس الطلبة. أمواج طلابية حاشدة تتدفق في جميع شوارع العراق الرافضة للعملية السياسية برمتها، والتي تحاول أن تفرض محمد علاوي رئيساً للحكومة. ولم يستثني الغضب الشبابي محافظة البصرة، إحدى الأركان الأساسية في معادلة الشارع العازم على اقتلاع جذور الفساد المتفشي في جميع مفاصل العراق. محمد علاوي مرفوض بسبب ترشيحه من قبل الكتل السياسية اللي احنا اساسا رافضين اي مرشح من عندهم بسبب فسادهم، بسبب اللي وصل لهذا البلد من بعد 17 سنة ماكو انجازات، ماكو شيء ملحوظ، ماكو يعني اهتمام بالشعب بصورة صحيحة، فقط شفنا الفساد منتشر ودا ينتشر سنة بعد سنة. نحن نريد هذه الحكومة أن تذهب جميعها، لأنها حكومة فاشلة فاسدة قاتلة. حكومة القناصين يجب أن لا تستمر ولا تبقى، فدم أكثر من 700 شهيد في رقابهم جميعا. وعلى الرغم من سقوط مئات الشهداء والجرحى على يد آلة القمع الميليشياوي منذ بداية ثورة تشرين، واستمرار محاولات إنهائها بجميع الأساليب وليس ركوب الموجة آخرها، يؤكد المتظاهرون استمرار تلقيهم تهديدات بغية إيقافهم عن مواصلة تظاهراتهم العارمة. دافع أكبر من أنه تهديدات، إحنا جايين نتهدد كل يوم، جايين نتهدد على مواقع التواصل الاجتماعي، جاي أقرب الناس أنهم جاي يتعرضون التهديد، بس إحنا أقوى من هذا الشيء، إحنا أكبر من قضية أنه تهديد، إحنا احتاجين على أساليب القمع والترهيب والخضوع. الاعتداءات المتكررة والتسويف الحكومي في تنفيذ مطالب ساحات الثورة دفع المتظاهرين إلى الإصرار على التمسك بإضرابهم العام عن الدوام، حيث يقول الطلاب الثائرون إن مستقبلهم الحقيقي يكمن في هذا الإضراب الذي يشل بشكل أكبر شرعية نظام سياسي بلا قيمة أو ثقل سوى وزن الأغلال التي يقيد بها الشعب الرافض له. يتهمون ان احنا تاركين مستقبلنا وطالعين، بالعكس هاي اول مره بحياتي اطلع على مود مستقبلي، اول مره اترك مقعد الدراسه واطلع على مود مستقبلي، انا بهاي الساحات اطلب مستقبلي، اي مستقبل، اي تعيين، شوفوا حال المستشفيات، شوفوا حال المدارس، بالعكس هاي طلعتنا الوحيده هي على مود المستقبل. بهذا النضج يقود الشباب ثوره لا تستطيع الحكومه وميليشياتها مجابهتها بالرصاص او الارهاب والوعيد. لا تراجع يلوح في أفق ثورة بطلها وعي ووقودها شباب غاضب أصبح جزءاً رئيساً من ترياق يبحث عنه العراق منذ نحو 17 عاماً.